خلصته خلاص؟ كم واحد تعب؟ طيب يعني يبقى انصحكم اللي تعب يعني ما يكملش، لان يعني القعده دي هتبقى قاعده كده يعني بنتكلم مع بعض يعني، فيعني ممكن تاخد مننا وقت يعني. زي ما قلت لكم اللي تعب ينطلق، لان يعني هيبقى تضييع وقت بالنسبه له وبالنسبه لي. دلوقتي هما يعني محاضرتين، كل واحده منهم هتبقى حاجه صغيره. المفروض ان احنا يعني انا شلت التوبيك ده بحكم انه ايه يعني توبيك ناس كتير قال لك ايه يا عم المحاضره التدبيسه دي وبتاع، واحنا اصلا بما ان كل واحد فينا بيفتي في تخصصه وفي شغله، فيعني ما بيبقاش عنده استعداد يخش في الدهاليز الغريبه دي يعني. فيعني انما اللي هنعمله، انتوا طبعا ما حضرتوش الجزء الاولاني طبعا صح؟ جزء منكم ما حضروش يعني، بس يعني هيجي. هي السؤال بتاعكم اللي هو اساسا ازاي اختار التخصص بتاعي؟ وعشان اختار التخصص بتاعي، في ناس فاكره ان ايه يعني المفروض ان انا المحاضره ديت اقول لكم يا محمد انت تروح تاخد نساء، وكارولين انت تروحي تاخدي اطفال وحاجات كده. لا طبعا، هي الفكره مش كده. انا حاول انقل لكم الميثودولوجي، طريقه التفكير ازاي اختار تخصص، تمام؟ فالموضوع كده يعني هيبقى عامل كده زي الايه الاعداد بتاعت الهيومن ريسورس وال ممكن نقفل الباب اللي ورا؟ نقفل الباب اللي ورا؟ ماشي. تعرفين في ناس يعني دلوقتي بقت في موضه يعني شغلتي سائر وشغلتي معتصم وحاجات كده. طيب انا فيعني هحاول انقل لكم الفكر بتاعي، بس عشان يعني انقل لكم انا بفكر ازاي، احكي لكم انا مشيت في ايه وكده يعني ببساطه. انا بعد ما اتخرجت الحمد لله ربنا كرمني، وانا كنت من اوائل دفعتي، خدت البكالوريوس، بعد كده واخد نيابه، خدت ماجستير ودكتوراه بعد كده، وكنت عامل اللي هي الاي سي اف ام جي. فبعد ما خدت الدكتوراه انا اصلا بقى ايه زي اغلب الشباب بقى كده اصم البلد وبتاع، يا عم انا يلا نمشي، وانا اصلا متجوز واحده دفعتي وكنا يعني حالتنا يعني قحط خالص، معناش ولا مليم. فايه احنا بقى ايه نطلع على امريكا، فابلايد وربنا كرمني وسافرت امريكا، وقلنا بقى ايه هنفضل هناك على طول، وقعدنا فتره طويله. وبعد كده ابويا اتخانق معايا وقال لي انت يا ابني انا خلفتك عشان تعيش هناك وتسيبني وكلام من ده، فقلنا ايه رجعنا. المهم انا عملت هناك فتره يعني عملت زماله وعملت اليوروبيان بورد، وعشت فتره هناك وعشت فتره هنا. فيعني اعتقد ان انا ممكن انقل لكم يعني فيجن الى حد ما بعد الخبره الطويله دي، ممكن تبقى نيوترال وحكيمه شويه. انما اللي ما ضاعش مني طول السكه ان انا قلت ان انا لازم اخد حاجه ابقى باينير فيها وابقى يونيك فيها، بحيث ان محدش يغلبني، مش ان انا اخد حاجه جنرال عشان اقلب عيشي. فاخدت حاجه اسمها limb reconstruction and deformity correction، على اساس ان دي حاجه يعني مش ناس كتير عندها خبره فيها، اللي هي ببساطه بتتعامل مع الكونجنتال ديفورمتيز، مع التروما، ان هو مثلا يعني حاله زي كده ان احنا بنطول لها رجلها، يعني بعد مثلا هي كان عندها كونجنتال ديفورمتي زي ما انتم شايفين على الشمال، كانت عمرها ما بتلبس جزمه ولا بتعرف تمشي على رجلها الشمال ديت، دلوقتي تقدر تمشي. واحد مثلا زي ده اللي هو عمل اربع عمليات قبل كده والكسر بتاعه ما لحمش، وعملت له عمليه ولحم. فديت يعني ليه انا اخدت التخصص ده؟ عشان حاجتين، عشان ابقى متفرد فيه، وعشان ده تخصص بيغير حياه بني ادمين، يعني اني احول واحد من شخص معاق لشخص طبيعي. طب يعني معنى كده ايه في الكلام ده؟ معنى كده ان انت احنا هنا الناس اللي قاعده في القاعه دي، تمام؟ ممكن يطلع منهم دكتور عادي، وممكن يطلع دكتور متميز، وممكن يطلع دكتور بيغير مجرى التاريخ، وممكن يطلع دكتور فاشل. اللي انا متوقعه بما انكم نزلتوا من بيتكم يوم الجمعه وجيتوا هنا، يبقى غالبا التشويس الرابع ده مش موجود، يعني ممكن يبقى ده ابلايد على ناس قاعده في بيتها، ودول عاده بيشكلوا حوالي من 10-15% من الدفعه. طبيب عادي ده عاده بيكونوا حوالي 60% من الدفعه، يعني 60-70% من الدفعه اللي هم ال1000 ال200000 يعني الخريجين
بيبقى الأغلبية بيطلع طبيب عادي، بيروح وياكل عيش وبعد كده هو يتجوز ويخلف ويبقى بيروح عيادته بالليل ويصرف على عياله ويحوش عشان يشتري عربية وبعدين يحوش عشان يشتري شاليه وبعدين يدخل عياله المدرسة، القصة المعتادة يعني. نعم الايه؟ انتوا انا زي يمكن عشان انتوا ما حضرتوش الانترودكشن امبارح، انما انا احب اقول لكم من النهارده ان كلكم هيبقى معاكم فلوس. يعني اللي متوقع ان بعد 10 سنين هيبقى مش لاقي ياكل وفقير، لا هو غلطان. بس برضو كلكم مفيش حد فيكم هيبقى مليونير، لان اللي عايز يبقى مليونير مش سكه الطب اللي تعمل له مليونير او ملياردير، لان هو دلوقتي مليون دي مش 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 مشكله قوي، انما يعني ملياردير يعني ليه؟ فسيريسلي يعني كلكم هتبقوا عايشين عيشه كويسه اذا كان هو ده اللي قالكوا. يعني اذا كنت انت قلقان انه انا هفضل على طول كده مش لاقي اكل وعلى نص الشهر بستلف وكده، لا يعني انا كنت لسه بحكي لواحد صاحبنا، لان انا بقول لكم انا يعني متجوز واحد دفعتي، عارفين انتوا اللي بيزوغوا المحاضرات ويقعدوا يحبوا بره في الجنينه دول، انا كنت منهم يعني. ف في امتياز وفي النيابه كان الراجل بتاع الكهرباء بيجي يخبط على الباب واحنا معناش فلوس، فنعمل نفسنا نسكت خالص كده ونعمل نفسنا مش موجودين عشان بتاع، وتنزل بقى من قصاد البواب كده اهلا وسهلا ازيك بتاع الدكتور اهلا بيك، وطبعا عايز تصب عليه بحاجه ده انت الدكتور يعني، واحنا طبعا عاملين فيها الطناش يعني. طيب طب انت عاوز ايه؟ يعني هو ببساطه واحد بيقول لك انا عايز ابقى دكتور متميز، تمام؟ انا ما قلتلكمش في طبعا اللي هو دكتور بيغير مجرى التاريخ، دول هيبقوا قليلين قوي يعني، دول مثلا اللي في كل 5 أو 10 دفعات بيطلع واحد، والناس دي كرايتيريا بتاعتها ايه؟ هديكم هنت عنها اثناء المرور، انما ده مش بيبقى دكتور بس. يعني ما ينفعش يبقى دكتور اللي هو صنايعي طب ويغير مجرى التاريخ، لازم يبقى دكتور ومعاه حاجات تانية، معاه سكيلز تانية، معاه مهارات تانية. يعني مثلا اللي بيخش منكم مثلا اوضة العمليات، تلاقي مثلا تقعد في اوضة العمليات الدكاترة بيتكلموا عن ايه؟ قبل الثورة بيتكلموا عن ماتش مصر والجزائر، ده آخرهم، ده أقصى حاجة. يعني لو قلت له ده مثلا في فيلسوف اسمه مثلا برتناند راسل أو ابن رشد وكان بيعمل كذا، ايه انت عاوز ايه؟ مش فاهم يعني. صحيح، ويعتبرك ممل جدا، او مثلا انتوا في الامتياز مثلا قاعدين بقى في النواتشيه كله يطلع الكوتشينه ويلعب استيميشن، تقول لهم ده في مجله كويسه قوي اسمها مجله حراء، يقول لك ايه؟ يعني انت عايز ايه يعني؟ هو اخره ميكي وسمير يعني. يعني اللي بيغير مجرى التاريخ ده لازم يبقى عنده سكيلز ثانيه، اللي هو مثلا زي واحد زي الدكتور احمد زويل، هو مش دكتور مش طبيب، لكن لما بتسمعه بيتكلم تفهم ان لا هو مش واحد صناعي قاعد في معمل بيحط مواد كيماويه ويطلعها، لا ده راجل شخصيه متكامله، اللي هو البروجكت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هنمشي عليه طول السنه اللي هو نطلع طبيب حكيم ناجح يعني. anyway طب ببساطه وانا بختار سبيشاليتي بتاعتي لازم افتكر ان انا مش دكتور، لا انا انسان. يعني ايه انسان؟ يعني انا جزء مني اخ وجزء مني اب وجزء مني ابن وجزء مني صديق وجزء مني لنفسي، انا ليا هواياتي، انا احب في واحد يحب يرسم، واحد يحب يلعب كوره، واحد يحب يعوم، واحد يحب يسافر ويتفسح. انما عشان كليه الطب دي كليه تاف وفيها تشالنجز كتيره، فانت بتفضل طول ال6 أو 7 سنين انت عمال تذاكر على طول، بعديها ماجستير بعديها دكتوراه، فالناس بتطلع منها متخيله ان انا حياتي وكل حاجه في حياتي هي عباره عن دكتور. انا كان في استاذ الله يرحمه، ويعني الراجل ده له فضل كبير عليا جدا، الراجل ده مات في عيادته ومراته وعياله ما كانوش بيشوفوه، وانا اعرف بنته لانها دفعتي وكنا اصحاب جدا، مفيش اي نوع من الـ العلاقه ما بينها وبين والدها. الراجل ده كان دكتور ناجح، ناجح جدا يعني لو قلت اسمه، يعني الراجل ده يعني علم جراحة العظام لأجيال، وكان راجل يعني عيادته شغالة ما شاء الله، لكن ده يعني just one aspect. هل انتوا حابين تعيشوا عيشة زي ديت؟ فبالتالي أنا أما بختار حاجة لازم أختار حاجة تفت
اسلوب الحياة ده بحيث احقق في الاخر التارجت اللي انا عايزه. طب وايه التارجت اللي انا عايزه؟ علم صح؟ والجاه مش كده؟ والملك صح؟ بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل واغلال صح؟ بس هل هو ده التارجت؟ هو تارجت حلو، في ناس ممكن يبقى ده التارجت بتاعها، بس هل ده منطقي؟ يعني يفرض ان انا في السكه كده انا عايز ابقى ملياردير، وفضلت ماشي في السكه ديت وفي النص ما ربنا وفقنيش، مت فشلت، وهتاح اقول انا مت في سبيل اني عايز ابقى ملياردير بس ما حققتش. لكن في واحد تاني رايح مثلا اللي هو هيجاهد في سبيل بلده ومات في السكه، وقتها هيقول انا يعني حياتي ضاعت في سبيل قيمه تستاهل. فبالتالي يبقى نفتكر ان العلم والمال والجاه هم حلوين، بس كل دي وسائل. طب امال ايه الالتيميت جول بتاعنا؟ دي طرق وحاجات. بصوا يعني واحد عامل حمام ذهب، كلاشينكوف ذهب، فلاشه ذهب، يعني 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 وعربيه ذهب، يبقى انا محتاج التيميت جول اعلى مش كده؟ طب التيميت جول اعلى زي ايه؟ ان انا اخدم ديني مش كده؟ ان انا اخدم وطني، اخدم المجتمع، اخدم البشريه، اخدم الهيومانيتي صح؟ بس هو ده اللي فعلا الجول بتاعنا؟ هي برضه لا زالت وسيله. طب امال ايه الالتيميت جول؟ وما انا بدور على ايه؟ يعني كل واحد فينا نفسه في ايه؟ ما هو فلوس دي وسيله، ما هو ممكن واحد يبقى ملياردير ومش سعيد. هي وسيله. ها؟ الايه؟ مين اللي قال السعاده؟ فانت في الاخر ما تنويش لما تديكي 50 جنيه جايزه. صحيح. لان الالتيميت جول بتاعنا كلنا ان احنا نبقى سعداء. انت عايز تبقى سعيد. في واحد سعادته في ان هو يطلع في التلفزيون ويبقى مشهور، في واحد سعادته في ان هو يبقى معاه فلوس كتير، في واحد سعادته انه يكنز المال، في واحد سعادته انه يتجوز كتير، في واحد سعادته يعني. انما في الاخر كل دي ميثودولوجي للالتيميت جول بتاعك اللي هي السعاده. اللي هي السعاده، بس يعني افتكر حاجه، اللي هي السعاده في الدنيا والاخره. لان انا ممكن ابقى حرامي وابقى سعيد وانا بسرق، لكن اعيش بقيه عمري بتأنب وبتعذب بسبب اللي سرقته، صح ولا لا؟ يبقى اتفقنا، يبقى الالتيميت جول بتاعنا هو الايه؟ السعاده. طيب وعشان ابقى سعيد يبقى انا محتاج ان انا اكون انسان متكامل. يعني مش هينفع زي ما قلنا واحد سعيد ان هو معاه فلوس وخلاص، مش هيبقى سعيد. يبقى انا عشان ابقى سعيد انا محتاج تفلفل ثلاث حاجات، اللي هي المخ، التفكير، والجسد اللي هي الماتيريال اللي هي بقى انكلودنج بقى الفلوس، انكلودنج الصحه، انكلودنج المتع الدنيويه، تمام؟ والروح. الروح اللي هو الايه؟ اللي هو الاطمئنان. والاطمئنان ده يعني زي ما احنا عرفنا ده ما بيجيش غير بالدين. يعني الناس اللي ما عندهاش دين ما عندهاش اطمئنان. ليه؟ لانه بيحسب كل حاجه بنظره تشاؤميه، عشان ما عندهوش قناعه وايمان ان في قوه اعلى منه بتسير الامور وبتضمن له رزقه وبتضمن له حاله، فهو على طول قلقان، على طول مش مطمن. طيب انا عشان احقق السعاده محتاج امشي في ثلاث سكك مع بعض، مفيش حاجه اسمها واحد هيمشي في سكه الماده اللي هو الجسم والمتع ويحقق السعاده. لا. او انه يمشي في سكه الروح ويحقق السعاده برضه لوحده، ما ينفعش برضه. يعني الناس اللي هم في الديانات الهندوسيه اللي هم مثلا بيترهبنوا ان هو يعذب الجسد في سبيل الوصول لمرحلة النيرفانا بتاعتهم ما بينبسطش. يعني طيب يبقى انا دلوقتي انا هختار. يبقى انا قلت انا خلاص، انا دلوقتي النهاردة خلصت امتيازي وعايز اختار، يبقى لازم اروح جايب ورقة ماشي واكتب ايه نقط القوة عندي وايه نقط الضعف عندي، اقعد اكتبهم كده. ولازم ابقى صريح مع نفسي، ومش هكتبهم في نص ساعة او في ساعة، انا ممكن اكتبه على مدى اسبوع وارجع ابص في الورقة دي تاني وازود عليها واشيل منها وامسح منها. في مهارات كتير. واحد يقول لك انا طالع الاخير على الدفعة، فرصتي ان انا اجيب تريننج بروجرام كويس جوه مصر محدودة. خلاص يبقى دي نقطة ايه ولا نقطة ضعف؟ نقطة ضعف، تمام. واحد تاني يقول لك انا
ابويا غني وعنده استعداد يصرف عليا من هنا لكمان 10 سنين. يبقى دي نقطه قوه ولا ضعف؟ نقطه قوه. يبقى هو بيبتدي يشوف انا ظروفي ايه وبحسب ازاي، تمام، وداخل فيها حاجات كتير، داخل فيها حاجه قويه جدا الناس ما بتاخدش بالها منها اللي هي العلاقات. يعني انا مصاحب مين واعرف مين، ودي العلاقات مش معناها الواسطه، يعني الواسطه دي ما دي معروف انها حرام شرعا، انما العلاقات انا اعرف دكتور في الحته الفلانيه والراجل ده ممكن يساعدني انه ينصحني او يدلني او يوريني او ان انا اروح اتعلم معاه، مش ده ممكن؟ صح ولا لا؟ حتى لو انا معيش فلوس وحتى لو انا الاخير على الدفعه، صح ولا لا؟ فبالتالي لازم اقعد احسب نقطه القوه ونقطه الضعف. يبقى دي اول نقطه. طيب نمرة 2، لازم افكر بإيجابية، يعني لان التفكير السلبي ده عادة يعني اللي هو، وده الترند اللي كان ماشي ولازال برضو يعني دوائيه ماشية كتير في وسط ناس، انه يعني مفيش فايدة والموضوع ده فاشل وايه اللي بتاع، وتلاقيه طلع عمال يشتكي. يعني كنا في الكورس اللي فات كنا ادينا مثال على الموضوع، الناس اللي بتتنافس في الفشل، حد فاكره؟ يعني طيب، بس ناس وقت خلي بالكم ان في عوامل مضلله في الاختيارات بتاعتي. شايفين القطه اللي شايفه نفسها اسد دي؟ زي ايه؟ زي الذكريات. يعني ايه؟ يعني كان ليا مثلا واحد صاحبي واحنا في امتياز، ده كان طالع التالت على الدفعه وكان صاروخ صاروخ فعلا، وبعدين في اول راوند خده في الامتياز كان نسى، ودخل بقى وعاش بقى بدور دكتور بقى، وبتخش وتساعد في سيزاريان وتولد وبتاع، اتكيف قوي من الذكريات ديت، تمام، رغم ان هو منكسر وطيب وغلبان ما فيهوش بقى في العك بتاع الشغلانه المقرفه دي، تمام. ففي اخر الامتياز انت هتاخد نيابه ايه؟ قال لي انا هاخد نيابه نسا. يا ابني نسا ايه ده؟ ده شغلانه تقرف، هتقعد طول النهار والليل في الدم والقرف ده. قال لا، ده نسا دي امتع حاجه في حياتي، تمام. هو بنى اختياره على اساس ايه؟ على اساس الذكريات الجميله اللي هو قضاها في الشهرين بتوع الامتياز، لكن ما حسبش مهاراته وقدراته واحتياجاته وحطها، تمام. وفعلا يعني للاسف يعني ما كانش اختيار موفق يعني، تمام. نمرة 2، موضوع الانطباع الغير مدروس، اللي هو نفس الشيء، اللي هو ان انا شفت دكتور رائع جميل جدا كده قلت يا سلام ده الشغلانه دي حلوه قوي، لا 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 لا، تمام. انا ما شفتش الراجل ده عشان يوصل للبوزيشن ده تعب قد ايه وعمل ايه، انما انا شفته في البوزيشن ده وقلت خلاص ده الشغلانه دي حلوه انا عايز ابقى دي، تمام. فده برضو اللي هو انطباع من على السطح كده من غير ما ادرس الموضوع. الحاجه الثالثه اللي هي عمرو دياب. يعني ايه عمرو دياب؟ يعني في واحد عيان كده كنت بقول له انت نفسك تطلع ايه اما تكبر؟ هو كان عنده 12 سنه. قال لي نفسي اطلع مغني. قلت له مغني؟ قال لي اه، انا نفسي اطلع مغني وابقى مشهور زي عمرو دياب كده وبقى عربيات وبتاع وحريم ويعني حاجه ما فيش يعني. قلت له انت عارف قصاد عمرو دياب ده في كام واحد دخل مجال الغنى وفشل؟ انت قصاد عمرو دياب ده في ما لا يقل مثلا عن 50,000 بني ادم اشد واحد فيهم بيغني في الموالد والافراح والحاجات زي كده، صح ولا لا؟ مش كده؟ وكلهم كانوا دخلوا الكارير ده متخيلين ان هم هيبقوا عمرو دياب، صح؟ لكن رزق في الاخر ان واحد عدى والباقيين كلهم ضاعوا. فبالتالي انا في حساباتي المفروض احسبها بشوف قوتي وضعفي، تمام، والتشانسز اوف سكسس قد ايه، يعني انا فرصي قد ايه في البروجكت ده، لان احنا قلنا انا لازم افكر بايجابيه، بس الايجابيه اللي هي غير مرتبطه بالواقع دي توقعك، تقع بعد شويه وقتها هتنقلب لسلبيه، وقتها هتشوف كل الدنيا ضلمه. طب يعني حدي مثال، مثلا واحد مثلا جه تكليفه مثلا في حته بعيده جدا وظروفه صعبه جدا، تمام، وهو نفسه يطلع كارديو سيرجن، الشانسز بتاعته ضعيفه جدا، الا بقى لو عنده مهارات وحاجات تانية يعوض بيها الديفكتس ديت، ماشي. فيبقى بالتالي احنا لازم نبقى واحنا بنختار بنحسب نقط قوتنا ونقط ضعفنا. طيب يبقى انا معنى كده ان احنا خلاص شفنا قوتنا ايه وضعفنا ايه والحاجات اللي بتعمل لنا بايظ بنشيلها من الجدول بتاعنا. يبقى هخش بقى على بعد كده ايه الخطوه اللي بعديها؟ ان انا احقق الهدف بتاعي، واحنا زي ما قلنا الهدف
ان انا اكون ايه؟ سعيد، ان انا اكون مبسوط، صح ولا مش كده؟ طيب يبقى انا دلوقتي بحدد الهدف وبعدين اعمل له ميثودولوجي، يعني مش اعمل ميثودولوجي وبعدين ادور لها على هدف. يبقى ارجع تاني وافكركم بالحكايه دي، يبقى انا اعمل الهدف خلاص. انا قلت بقى دلوقتي بالمعطيات اللي قصادي ديت وبقوتي وضعفي ده وبالظروف ديت، انا شايف ان من الاختيارات الكويسه الحكيمه اللي هتدخل السعاده ليا مثلا انا كخالد عمارة ان انا ابقى جراح عظام. خلاص يبقى انا حطيت الهدف ده تمام، وجراح عظام دي عايزين يبقى جراح عظام كويس. ايه بقى الميثودولوجي؟ واحد يقول لي ان انت تسافر بره، واحد يقول لي ان انت تاخد نيابه جامعه وبعد كده تسافر بره، واحد يقول لي انا هاخد نائب زائر بعد كده في اثناء ما انا نائب زائر او معامل المعادله، وبعد المعادله حراسل، وبعد ما راسل او اسافر وبعد كده ارجع دكتور كويس. يبقى انا بحدد الخطه على اساس الايه؟ الهدف اللي انا خلاص بنيته على اساس المعطيات اللي فاتت، ماشي. انما الغلطه اللي بتحصل ان الهدف ما بيبقاش واضح، فبيحصل ان انت زي ما الدنيا بتاخدك بتمشي. جا تكليفي في العياط، رحت العياط قابلت واحد كويس ظريف دكتور بتاع قلب شاطر، قمت قعدت معاه شويه، قمت قلت الله طب انا هاخد قلب. وبعدين الراجل ده اتنقل من المستشفى وانا دخلت امتحان الفيرست بتاع القلب وما عملتش كويس. في هذه الاثناء حبيت واحده ورحت في مكان تاني، قالوا لي ده يا جماعه ده البطنه دي بتاكل عيش كويس وممكن تاخد نبطشيات بسرعه، قمت قلت لا انا سيبك من القلب وانقل، مش هو ده اللي بيحصل مع ناس مش كده؟ فتلاقيه لانه مش عارف هو عايز ايه ليه عمال يتنطوح يمين وشمال، وتلاقيه يمر 5 و10 سنين وهو ما حققش اي حاجه في اللي هو كان بيحلم بيهم في سنه اولى. فانا الهدف اللي انا كنت حاطه لنفسي هو ده، ان انا ابقى طبيب ناجح في تخصص دقيق واعمل ابحاث علميه تتنشر على مستوى العالم ويبقى مكتوب عليها مصر، يعني مش الابحاث اللي انا نشرها وانا في امريكا، لا اللي انا نشرها في مصر. هو ده كان التارجت بتاعي، وحطيت الميثودولوجي بتاعه بحيث ان انا امشي عليه، انما مش المفروض ان انا امشي بالمشقلب. طيب هو ايه فروع الطب اصلا اللي عندنا الافيلبل؟ احنا قصدنا ايه؟ قصدنا حاجه بطنات، جراحات، واكاديمي واداري، والحاجات اللي هي ناس تعتبرها يعني ميديكال او باراميديكال زي طب الفحوصات والتحاليل وتخدير. في حاجه غير دول؟ مفيش حاجه غير دول. يبقى انا عشان اسهل على نفسي تحديد الهدف ابتدي بالحاجات الواسعه واضيقها. يعني اشوف الاول انا ميولي تمشي مع بطنات ولا جراحات ولا اكاديمي ولا اداري ولا طب فحوص وتحاليل ولا تخدير. يبقى ده البود. بعد كده ابتدي اضيقها، يعني انا اخترت بطنات، انا شايف ان موضوع حكايه ان انا امسك مشارط وافتح في ودم وتعقيم وبتاع وكلام من ده، دي بالنسبه لي مش حاجه تناسب شخصيتي. خلاص يبقى انا عايز اخد بطنه لان انا بحب كوميونيكيشن مع العيانين. طيب عايز بطنه جنرال ولا سبيشال؟ والسبيشال هاخد تخصص ادق ولا تخصص مور جنرال؟ ده برضه هيعتمد على نقط القوه ونقط الضعف اللي في ايدي. تمام. يبقى بهذه الطريقة شوية شوية اقدر اوصل. ليه؟ لان اكيد مش كلنا بعد اسبوع هنقدر نعرف التارجت بتاعنا 100%، صح؟ يعني اللي انا بطلبه منكم انك تحدد هدفك النهاردة، دي مش تاسك سهلة نحققها في يوم او في اسبوع، هي بتتكشف لينا بالتدريج. لكن على الاقل لو انا النهاردة عرفت انا ميولي اكاديمي ولا بطنات ولا جراحات، يبقى انا ماشي في السكة الصح، بحيث ان الغيوم لما تبعد عني وقدام شويه اعرف ان انا عايز في الجراحات ان ابقى بتاع مناظير جهاز هضمي مثلا، بعمل كوليستكتومي لاباروسكوبيك وكلام من ده مثلا، يعني يبقى انا لازلت ماشي في سكه صح وادنج اون. انما مش انا ماشي في سكه الجراحات وبعدين اقف في النص واقول لا 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 ده السكه دي طلعت غلط، ارجع تاني وابتدي سكه اقول لا ده انا هاخد اكاديمي عشان ابقى في الجامعه وانفتك الميري يتمرق في ترابه، مش يتمرق في ترابه وبتاع وكلام من ده. لا، انت بتشوف ايه اللي هيحقق لي اهدافي كبني ادم اني اكون سعيد، وحاول شويه شويه اشكل الموضوع ده.
وراجع مع بقى الكلام ده ان انا انمي القدرات بتاعتي. ما انا دلوقتي يعني انا واحد قرر انه هيتعامل مع مرضى، واحد بيقول لك انا بص بقى انا بقرف من انا اقعد هاتي مع العيانين وعيانين مملين، وتلاقي واحد بيهرش في قفاه وواحد مليان براغيث وبتاع، ايه القرف ده، انا احب ابقى دماغ كده، يقول لك خلاص اروح تخدير انا اشوف العيان لمده دقيقه بعد كده هيسكت خالص ومش هسمع صوته تاني، خلاص يبقى هو عارف كده. انما واحد تاني هيتعامل مع الناس، يبقى ليه ما يروحش ياخد كورس كوميونيكيشن سكيلز يطور من نفسه. واحد بيتنرفز بسرعه يحاول يشوف طريقه يحسن بيها نفسه، يعني لازم اشوف ما انا خلاص بقى انا حددت الهدف وحددت الميثودولوجي، لازم اقوي الميثودولوجي بتاعتي، لان مفيش حد يقول لي اصل انا طول عمري بتنرفز بسرعه، ده شيء غير مقبول. يعني ما كلنا بنتغير، وانا النهارده غير انا من 5 سنين، وانا من 5 سنين غير انا من 10 سنين، وبعد 5 سنين ممكن ابقى شخص ثالث خالص او رابع خالص، يعني احنا بنتغير بالتدريج. فبالتالي انت عندك قدره انك تغير نفسك وترفع من كفاءاتك وقدراتك، سواء في الكوميونيكيشن او في ال 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 الحاجات النوليدج او السكيلز، لان هما دول الثلاث حاجات اللي بنكتسبهم. في مهارات حركيه سكيلز، ازاي بعمل عمليه، ازاي بفك حاجه، ازاي بربط حاجه. في مهارات عقليه بتعلم ذاكره حاجات زي كده، والسوشيال اللي هو كوميونيكيشن سكيلز ازاي بطورها. طبعا الدكتور لازم الواحد يعني من الحاجات المحزنه ان في مجتمع شرقي زينا لو بناخد محاضره عن غسل الايدين، لكن هو للاسف الناس محتاجاها، لكن المفروض ان دي تبقى حاجه يعني في مجتمع بيتوضى 5 مرات في اليوم انك تقول للناس بس لو النبي يا جماعه اغسلوا ايديكوا، يعني حاجه تزعل. انما للاسف مهم جدا ان الدكتور يبقى نظيف. انا وانا صغير كان الناظر بتاع المدرسه بتاعتنا يقول لنا انت عايز تعرف بني ادم، بص على ضوافره وعلى جزمته. والعاده دي لازلت عندي، يعني انا لحد دلوقتي اول ما اقابل واحد بص وشه، وبعد كده اروح بص اشوف ضوافره وبص جزمته شكلها ايه، تمام. ولو عايز تعرف بقى هو يعني نقتدر شويه لا، بص على ساعته، لان هو يعني دي هي دي اللي بتكشف بني ادم قصادك، اللي هي الحاجات الصغيره. ممكن تلاقي واحد لابس بدله نظيفه جدا جدا وتلاقي جزمته متوسخه وبتاع، ايه القذاره دي، او تلاقي ضوافره تحتيها اسود. يعني طب انا كمريض ودخلت عند دكتور، ازاي اامنه على روحي وهو اصلا يعني بالمنظر ده، او عيادته تلاقي الممرضه بره عماله تعمل حاجات كده يعني تقرف يعني. يبقى النظافه دي شيء مهم، دي حاجه فيري بيزك، بس احنا المفروض ان احنا يعني تبقى امبيدد ان اور لايف. يعني الحاجه الثانيه موضوع الاخلاق، يعني احنا لازم الدكتور يبقى عنده اخلاق، لان الشخص الفقير اللي ما عندوش اخلاق لما هيبقى غني برضه مش هيبقى عنده اخلاق. يعني حكايه واحد يقول لي انا اصل انا ظروفي وحشه فانا عشان كده بضطر اكذب او بضطر اسرق، اما هيبقى غني برضه هيفضل يكذب وهيفضل يسرق. وهي ديت ثقافه الفقر وفقر الثقافه. عشان كده البيزكس بتاعت الاخلاق ان انا ابقى صادق، ان انا عيب ان انا اكذب، لان لا يليق بيا كدكتور ان يبقى كذاب. يعني انا مش بتكلم بقى لا دين ولا يعني كمصري ولا عربي ولا كلام من ده، انا بتكلم ما يليقش عيب. يعني لازم يبقى عندنا الستاندرد ده، ان انا عيب اني اكذب، عيب اني اغش، عيب ان الحاجات دي لازم تبقى عندنا نكونها جزء من ثقافتنا. نمره واحد، ودي بقى بصراحه دي مشكله عندنا كتير، اللي هي التواضع. يعني انا هاجي لها تاني في يعني في الحته بتاعت التقرير الطبي، لكن خلي بالنا ان التواضع ده بيدخلنا في مشاكل كتير قوي، خاصه في تعاملك مع الناس ومع الباراميديكال. يعني انت نائح عليك كرامتك ان انت تعبت كل التعب ده، وواحد ما يعني ما يسواش تلات تعريفه عمال يتنطط عليك ويقول لك يا دكتور ما تورينا ما تشوفها، ويقول لك اصلا شايف في الاشعه الكسر ما لحمش، وانت ايش فهمك اصلا يعني. فبتدي تاخدك العزه بالاثم. فموضوع التواضع ده هو ده مجهود، ده هيحتاج مجهود جامد يعني. وانا اعترف ان انا حتى هذه اللحظه موضوع التواضع ده بالنسبه لي مشكله، يعني في بعض الاحيان الجلاله بتاخدني يعني. انما يعني لازم
نبقى بنقاوم موضوع دوت لان ده مش من الحاجات الكويسه. هي جت السلايد دي يعني بالنسبه لموضوع التواضع مثلا المرضى انا لازم ابقى بحترمه. يعني في امريكا كان بيبقى واحد دراج ادكت وهوملس تمام، لكن وانا بكشف عليه بقول له يس سير سير، يعني بقول حضرتك سيادتك ممكن اكشف عليك ممكن ابص عليك. دي حاجات يعني مبادئ ليها علاقه بالادميه ملهاش علاقه بهو مين ولا فين تمام. وبمناسبه بقى الموضوع علاقه مع المرضى اللي هو حكايه العلاج المجاني دي انا هقولها لكم رايي بس دي راي شخصي تمام. الناس تبقى دكتور محترم. يعني ايه لازم تبقى دكتور محترم؟ يعني في واحد يقول لك بص بقى انا بشتغل في المستوصف اللي باخد فيه جنيه ونص ده لان انا متعاطف مع المرضى. لا، انت طالما خدت جنيه ونص يبقى انت داخله عشان بتسترزق مش داخله عشان تتعاطف مع المرضى. يبقى ده جوب، يبقى ده شغل انت رضيت بيه يبقى ما تشتكيش. يعني انت مضيت عقد مع المستوصف ده انك هتاخد جنيه ونص يبقى خلاص ما تشتكيش بقى تقول ده بيدونا قليل، انت وافقت اشربها. طب انا لا انا الموضوع مش موافق والموضوع ده كرامتي ناقعه عليا، يبقى تختار حاجه من اثنين. لما تعالج عيان يا تاخد حقك بحقه حقيقي تاخد فلوسك صح يا تعالجه ببلاش، لكن ما يبقاش فيه في النص. يعني اللي في النص اللي احنا بنضحك بيه على نفسنا ده يقول لك اصل انا بروح اشتغل في تأمين صحي عشان انا اعالج المرضى الضعفاء وكلام من ده. لا، روح واكتب انا متنازل عن الاتعاب، طالما انك شايف ان الاتعاب ما تناسبكش او عالجه في مستشفيات الجامعه مجاني او تدفع له على حسابك لو انت يوم ما ربنا ان شاء الله يفتحها عليك. انما النص نص ده يعني ما ينفعش. الهيئه المساعده، هي مساعده اللي هي التمريض والحاجات دي، شايفين الصوره اللي تحت على شمالكم تمام. يعني دي هذا لا يليق، انت المفروض تبقى متواضع وتبقى نايس تبقى ظريف مع الناس تمام، لكن لا يليق بدكتور كده تمام. وعشان كده انصحكم تتجوزوا بدري. هو كان بجد مش هزار يعني. يعني طبعا دي حاجه كويسه للبنات يعني على طول احنا عايزين ايه يوازدنا في دقيقنا ونخلص بسرعه، بس يعني فعلا يعني دي من الحاجات المهمه. يعني انت تحافظ على علاقتك بالناس، انت تقعد مع الفراش وتقعد مع التمريض وتقعد مع الناس وتشرب معاهم شاي وتبقى نايس معاهم، لكن ما تبقاش لو. يعني في فرق بين شخص مهذب ونايس وشخص قال ايه عايز يتبسط بقى تلاقيه بقى يقول كلام يعني ما يليقش، يعني كلام ما يطلعش من دكتور. يعني بالنسبه للدكاتره، علاقتك مع الدكاتره لازم تبقى تحترم الاكبر منك ومع الصغير لسه حنين عليه. وانا دايما بعرف من الفريق بتاعي والمساعدين بتوعي ان انا بسال بيعاملوا الاصغر منهم ازاي، لان انت غصبا عنك بتحترم الاكبر منك. انها بتتكشف على حقيقتك مع الاصغر منك. ممكن زمايلك ممكن يبقى في كومبيتيشن فيبقى الموضوع بايظ، لكن الناس بتتكشف على حقيقتها مع الاصغر منها. في بقى طبعا المجتمع بتاع المستشفى والمجتمع الخارجي، دول العلاقات اللي انت بتتعامل معاها في حياتك. خلاصه بقى الموضوع اللي فات ده ان احنا اللي فات بتاعنا ده نتعلم منه بس ما نندمش عليه. يعني لازم اتعلم من اللي فات بس ما ندمش عليه، واللي جاي اخطط له بس ما بقاش قلقان. ليه؟ لان زي ما قلنا ربنا سبحانه وتعالى يعني ادانا نعمه من الله ان احنا عندنا دين، فانا عارف ان في حاجه اعلى مني بكتير ومشياني في سكه وهتساعدني. المهم ان انا اخلص النيه، فيعني ما اقلقش على بكره لكن برضه ما تواكلش، يبقى انا بخطط لبكره لكن ما اقلقش عليه. وده كونتراديكتنج مع البوست اللي محطوط على يمينكم تحت ده. هو بيقول ايه؟ هيل ذا باست، يعني انك تعالج جروح الماضي. لا، انت ما تعالجش جروح الماضي، انت اتعلم انت اتعورت ازاي قبل كده بس، واقلب بعد كده ما تقعدش تضيع وقتك في اللي فات ده ايه تمام. ومن ناحيه تانية تعيش الحاضر وتحلم ببكره وتخطط له. في يعني القواعد دي يعني اقروا بيت الشعر اللي تحت الاول. تعالى الله يا سهل ابن عمرو اذل المال اعناق الرجال. الناس بتبيع كرامتها عشان الفلوس، وده لا يليق. بيع الكرامه عشان الفلوس ده مش انه يعني انه بس ايد فوقيه، لا، انه سرق او انه غش. كل ده بيع للكرامه عشان الفلوس. انت لازم تحافظ ان فلوسك دايما تبقى حلال.
سواء كانوا 5 جنيه سواء كانوا 50 جنيه سواء كانوا مليون جنيه تحافظ عليهم حلال. وانت عشان تبقى سعيد اساسا القاعده اللي فوق دي نو نيد نو فير نو ريجريت خلاص هبقى سعيد. يعني انا لو انا مش خايف ولو انا مش محتاج ولو انا مش ندمان على امبارح خلاص. يعني لو حد منكم حس الثلاثة دول هل هيبقى في عنده مشكلة في حياته؟ خالص نهائي. فانا يوم ما الدنيا تعك على نفوخي واكيد يعني كلنا الدنيا بتعك على نفوخنا فوات اروح داخل سريرنا كده وشايد الغطا فوق راسي واقول انا دلوقتي عايش انا مش محتاج حاجة شربت مية مش عطشان خلاص انا مش محتاج حاجة وانا مش خايف من بكرة ان انا سايبه على الله سبحانه وتعالى ومش ندمان مش ندمان على حاجة فاتت لان خلاص هي حصل بس خلاص على كده بس هتلاقي نفسك ان انت دخلت في الايه في الموضوع بتاع النيرفانا. اهي من ناحية اخرى بقى موضوع الحقد ده شيء وحش جدا. يعني ايه؟ يعني احنا المفروض ان احنا نكره الفعل ولكن لا نكره الفاعل. يعني انا صاحبكم النهاردة وظريف معاكم تمام؟ فانت ممكن تقول انا خالد عمارة ده ظريف قوي انا فاهم انا بحب خالد عمارة تمام؟ بكرة انا بزعق لكم وبتخانق معاكم تقول انا بكره خالد عمارة تمام؟ لا هو المفروض انا بحب الفعل اللي خالد عمارة عمله النهاردة وبكره الفعل اللي خالد عمارة عمله بكرة. ليه؟ لان انت ممكن النهاردة تبقى كويس لكن ممكن بكرة لسبب او لاخر تتحول لانسان شرير. لكن هو انت زي ما انت صح ولا لا؟ هل وقتها المفروض انك تكره نفسك؟ لا، انما انك تكره الفعل. وبالتالي ده يبقى في كل شيء، يعني في كل شيء في الدنيا، يعني تعاملي مع كل حاجه هي ان انا بفصل ما بين انسان كانسان والفعل. يبقى انا يوم ما هروح اساعد بني ادم انا هساعده كانسان مش هساعده كان هو راجل مثلا حرامي او انه راجل عدوي او انه راجل منافس ليا. فده يعني نحاول ان احنا نحاول نظبط الحته دي. وطبعا نفتكر في الاخر يعني الحديث القدسي بتاع ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا انا عند ظن عبدي بي. يعني معنى كده ان احنا لو احسننا الظن بالله سبحانه وتعالى بالايجابيه اللي هو البوزيتيف ثينكينج تمام ربنا بيديك خير. انما الكؤبه اللي هو يقول لك ما اعرفش ايه وكده ربنا يقول له كده مش انت اصلا يعني متشائم طب اشرب بقى خد يا عم صح ولا لا؟ يعني وطبعا في حكمه قالها لنا كونغ فو باندا. عارفين كونغ فو باندا؟ عارفينها دي؟ اللي هي there is nothing called coincidence and everything is meant to be. اللي هو ان كله مكتوب، يعني كل حاجه يعني مكتوبه، مفيش حاجه في حياتنا صدفه. يعني اخر جزئيه في الحته دي اللي هو الموضوع السفر، نسافر ولا ما نسافرش؟ يعني السفر فيه ميزات كتير، مش بس ان انت بتعمل learning experience خبره علميه، لا في خبره شخصيه انت بتحتك بناس، وخبره روحيه زائد ان هو طبعا ممكن فلوسه تبقى احسن من هنا. بس لازم لو انت ناوي تسافر لازم يبقى هدفك واضح، يعني تبقى عارف انا مسافر ليه، هقعد قد ايه، هرجع ولا مش هرجع، ولو هرجع هرجع امتى. انما برضو ما نبقاش اللي هي المركب السايبه اللي هي مش عارفه اخرها فين. دي طبعا هو دكتور مطر هيكلمكم عليها يعني بتفصيل اكتر، بس انا يعني حبيت ان انا اقول لكم ابتدي واضحه. انت شايفين البوينتر؟ يعني اللي هو نسافر فين؟ لان في ترند في الدنيا دلوقتي بيتغير. يعني زمان قبلية كان ترند الناس تروح انجلترا، الترند بعد كده اتنقل للاتحاد الاوروبي، يعني الحاجات التانية اللي هي زي سويسرا، ودي الحتة اللي انا لحقتها. يعني اول سفرية ليا انا رحت قعدت في سويسرا فيلوشيب، وهناك وانا في سويسرا قالوا لي بص انت مش عايز تبقى دكتور عظمي كويس، اوروبا اهي وانجلترا اهي وامريكا اهي، فلو انت عايز اخر الموضوع ما تقعدش عندنا اطلع على امريكا. ده صحيح، ده اكزاكتلي اللي اتقال لي، وعشان كده بعديها يعني ما نقلت على امريكا. ودي الايرا اللي هي بتاعت الجيل بتاعي، اللي هي الايرا بتاعت امريكا واليابان وكوريا واستراليا تمام. الايرا دي دلوقتي is fading down، يعني زي ما انتم شايفين اوروبا بتنهار وامريكا بتنهار، يعني لان هو العلم والمال الاثنين مرتبطين ببعض. يعني في ناس اغتنوا وبعدين بقوا علماء، وفي ناس بقوا علماء وبعدين اغتنوا، فهم الاثنين مرتبطين ببعض.
فدلوقتي نلاقي ان الريسيرش والميديكال كير والكلام ده في امريكا وفي اوروبا بيواجهوا مشاكل صعبة جدا نتيجة الفاينانشال ايشوز اللي عندهم. زائد ان دي سنة الله في الكون، يعني ان الدول بتقوى وتضعف عادي. فالدنيا دلوقتي بتتنقل ناحية الفار ايست. يعني ايه؟ يعني معنى كده ان انا متوقع ان بعد 10 سنين من النهاردة او 5 سنين من النهاردة الفالوشيبس والتريننج بروجرامز في الفار ايست هتبقى مور يوسفل ومور ريكوجنايزد عن الفالوشيبس بتاعة امريكا واوروبا. هنا بقى في حاجات عليها كويشن مارك لسه بتعافر. زي ايه؟ زي الفالوشيبس بتاعت روسيا وايست يوروب والهند. حتى هذه اللحظة الفالوشيبس دي فاشلة، يعني هما ناس بتبيع شهادات لكن مش بيعلموا. ودي انا يعني اساسا قبل الثورة بتاعت سوريا يعني كنت بسافر اعمل لهم عمليات هناك كل شهرين. الدكاترة اللي جايبين شهادات مضروبة من روسيا هناك، روسيا في سوريا عشان ايه يعني إيه، طبعا مأساة يعني. ودي كانت عاملة لهم مشكلة في الميديكال سيستم بتاعهم. انما فيعني حتى هذه اللحظة يعني السفر لروسيا واوروبا الشرقية والهند يعني ما انصحش بيه. ساوث امريكا دي من الحاجات الجروينج، يعني الـ الـ الشغل اللي طالع دلوقتي في الاسود الاقتصاديه اللي طالعه اللي هي انكلودنج تركيا والبرازيل، دول طالعين جامد. فبالتالي انا متوقع في المدى القريب ان من الفيلوشيبس ومن الحتت الكويسه والبروميزنج ساوث امريكا سبيشالي الارجنتين والبرازيل. فاضل بقى الدول العربيه والدول الافريقيه. هو الواحد يعمل فيلوشيب في الحتت دي؟ يعمل فيلوشيب في الحتت دي، لان في توب نوتش في حتت كتيره بتوع ناس بروفيشنال. انا بيجي لي فيلوز من اول اوفر ذا وورلد يقعدوا معانا 3 أشهر 6 أشهر وسنة عشان يتعلموا الليمبري كونستراكشن. وبالتالي انت لو دورت انت ممكن تلاقي النكست دور في واحد جامد جدا ممكن انت تروح له بدل ما تدب اخر الدنيا. حد قرا الكتاب بتاع ذا الكيميست؟ شفت انتوا الشاب سان دياجو دوت لف الدنيا وبعدين طلع ان الكنز جنب بيتهم. يعني هو حلم ولف الدنيا عشان راح مصر وما اعرفش ايه وعشان يلاقي كنز، وفي الاخر طلع ان الكنز بعد ما لف الدنيا طلع ان هو في الحيطه اللي جنب بيتهم. يعني فنفس الحكايه، يعني دور كويس لانك ممكن تلاقي ان التارجت بتاعك اقرب مما تتخيل. إيه انتوا شفتوا الخريطه دي قبل كده؟ اللي هي the world according to Egyptians، يعني احنا كمصريين بنبص على الدنيا ازاي. فدي us احنا، والسودان still us، ودول our people and friends. تمام؟ نيجي مثلا على البرازيل football kings، نيجي مثلا على روسيا nuclear kings، مثلا على امريكا عندهم فلوس بس ويعني معقولين. نيجي طبعا على فنزويلا والحتة ديت اللي هي الدراجز والكافي. بصوا الارجنتين ايه؟ ميسي. هو هي دي كل معلوماتنا على الارجنتين. بصوا البرازيل بتاع استراليا كانجرو، يعني نعرف ان احنا بس هناك في كونجور يعني. يعني شكرا جزيلا، ده بالنسبه للتوك الاولانيه. فيعني حابب لو في حد يقول لي كومنت. في اي سؤال بالنسبه للايه؟ دكتور هيكلمك بقى بالتفصيل على صح على اللي هو بقى كل فيلوشيب في اوروبا، وانت هتمسك الويسترن وورلد صح؟ يعني هو اوروبا وامريكا. يكلمك بالتفصيل على كل واحده. يعني احنا بعد ما هنخلص المحاضره بتاعت تاريخ الطب دي بسرعه هنعمل كلوجر، بعد كده دكتور مطر هيكلمكم عن كل فيلوشيب عايزه ايه وتديك ايه وتاخد منك ايه. مش ده سؤالك؟ لا دي اللي غلط. الجزء الاولاني صح بس الجزء الثاني غلط.
ما انا هقول لك هو في يعني ما يعني الترند دي بتتقال في وسط مجتمع الاطباء ان انت لما تقلب للعيان وتكلمه بقلاطه وكده يحترمك. تمام. لا انا بقى هحكي لك اقول لك الحته دي لان دي جزئيه مهمه فعلا. دلوقتي انت تبقى مثلا رايح الجيم مثلا بتلعب هناك بتشيل حديد تلاقي واحد صاحبك بيقول لك يا دكتور والله انا كتفي هنا بيوجعني فيعني مش عارف انت ايه رايك؟ تقول له اه ده كويس بس ده محتاج عمليه. يقول لك طب تعرف دكتور عظام كويس؟ يعني يا ابن الذين انت بتكلم بقال يعني. فبالتالي لو انت كشفت في الوقت الغلط او المكان الغلط هتبقى اندر استيميتد. ودي برضو تلاقوها كتير قوي في اهالينا. يعني اكيد مثلا مامتك وباباك مثلا تبقى انت اشد دكتور قلب وبعدين هو النبي احمد خدني بقى الدكتور قلب كويس صح ولا؟ فليه؟ لانه ما شافكش في السيركمستانسز الكويسه وانت لازلت في دماغهم زي مثلا اخينا بتاع الجيم ده يا كوتش والنبي ساعدني شده بس عشان البنش ما اعرفش ايه. او بالنسبه لمامتك الواد احمد اللي ما يعني اللي لسه كنا بنرضعه من يومين صح ولا لا؟ فانت بالتالي لازم تحضر الصوره العامه. فمثلا لما بيحصل معايا سيتويشن زي ده طبعا انا ضد حكايه الشغل في المستوصفات اساسا والشغل اللي هو ابو شيلن ده لان ده شيء مهين ده ما يليقش زي ما قلت لك اكشف ببلاش يا اما ما تكشف بفلوس انما النص نص ده ما ينفعش. انما مثلا لما بيحصل معايا حاجه زي كده ايه اقول له من انا ادي الكارت بتاعي تعالى عد عليا في العياده وتروح مضيره في الكارت يجي يكشف ببلاش. بس هيجي يلاقي واحد محترم قاعد في اوضته تمام عنده السكرتيره بتخش وقتها هو بيشوفك في صوره عامه تمام زي بالظبط اي نيفر تقريبا اني بكشف على عيان الا لو انا لابس بلطو او لابس بدله. انما لو انت بتشفع على عيان وانت لابس شورت طب هيحترمك ازاي اصلا؟ صح؟ يعني فبالتالي انت لازم تحضر الجو العام اللي يقنع البتاع ماشي؟ طيب نيجي بقى للجزئيه الثانيه اللي هو الناس بتحب اللي بينفض لها ويقلبها بسرعه. لا هما الناس لو الجو العام هيعوض قلة كلام الدكتور ده وعجرفته هيمشي الامور كويسة. لكن انا في اعرف ناس متعجرفين ودكاترة شاطرين لكن مش ماشي في السوق. ليه؟ لان هو بيعمل الناس وحش. فبالتالي هو الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول بيتجو يعني هو العيان دخل لقى ان قبليه قائمة انتظار 10 تمام على ما دخل طبعا يعني انت مستني بقالك ساعتين فيعني انت اكيد مستني حاجة جامدة صح ولا مش كده؟ دخلت الراجل كشف عليك حتى بقى لو كشف عليك فترة قليلة وقتها ممكن يقول ايه لا بس ده جهبذ ده الكلمتين اللي قالهم دول هم دول الخلاصة. لكن ده يعني ده غير اخلاقي وغير ديني يعني الاتيتيود ده اساسا غلط. فبالتالي انت من حق المريض اللي جه وتعب وقعد اتلطع بره ساعتين مستنيك وتلاقي ناس جاية لنا من اسيوط ومن اسوان ومن اسكندرية عشان يكشف عندك انت لازم تديله وقته وتشرح له وفي اخر كلامك تقول له في اي اسئله انت حابب تسالها؟ الامور واضحه بالنسبه لك؟ يعني ما تعملوش على انه حمار لان هو فعلا في دكاتره اللي هو انت ايش فهمك؟ يعني لا انت لازم تديله مساحه اسئله. فانت بتتكلم تسمع الهيستوري تعمل الاكزامينشن بعد كده هوت بتقول له رايك في الموضوع وفي الاخر تقول له انت في اي اسئله عايز تسالها او في حاجه مش واضحه؟ لو مشيت بالسيكونس ده هتبقى دكتور شاطر وهتبقى دكتور كويس وفي نفس الوقت هتبقى الفلوس اللي داخلك دي فلوس حلال. كده جاوبت على سؤالك؟ يبقى برضه انا بعد ما سمعت منه في الاخر لازم بتاكد ان فعلا لان هو يعني يمكن دي حدام في التقرير الطبي ان مشاكل كتير او يعني مشاكل كتير بتحصل في مشكله الكوميونيكيشن يعني في الميديكال ليجال ايشوز مشكله الكوميونيكيشن دي مشكله فظيعه. اكمل بقى انت يعني